في جانب بقى رب الأسباب بقى. احنا أمة سببية، أمة الكون كله قايم على سبب، افعل كذا يحصل لك كذا، حط البذرة وحط على الماء تطلع لك زرع، المسلم هيطلع له والغير مسلم هيطلع له، ده الفرق بقى، بسم الله وطلع خرجها وده كذا، كل واحد ياخد على حسب ما عمل، لكن هتحط البذرة وتطلع هتطلع زرع. ده أخذ بالأسباب، مين ربها؟ الله عز وجل رب الأسباب. استعين يا ابني، عبادة الاستعانة دي عبادة منسية، استعين بالله واستجلب رزق الله بإيه؟ بالدعاء. أسماء الله الحسنى الدعاء بيها السحر، بس اختار الاسم اللي يناسب حالتك. أدعي بإيه؟ اسم الله الغني، اللهم أسألك باسمك الغني تغنينا بفضلك عمن سواك، اسم الله الرزق الرزاق ترزقنا رزقا تغنينا به عمن سواك، رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. تدعي الزوجة كده لزوجها والزوج يدعي والأولاد يأمنوا، هو ده. إحنا كمسلمين عندنا الأمر ده مختلف بيه عن بقية البشر، عندنا جانب مادي أخديد في الدنيا ادي السع واخذ بالاسباب، وبعدين الاستعانه برب الاسباب. انواع الرزق، رزق قلوب، ربنا يرزقك كده قلب تقي قلب حي، افضل انواع الرزق رزق القلوب اللي هو العلوم والمعارف عن ربنا، اعرف عن الله سبحانه وتعالى. ورزق الاجسام بقى اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، طعام شراب اكل اموال تجاره وهكذا. عندنا حديث جميل جدا جدا عن علي بن الحسين عن أبي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزلوا الرزق بالصدقة. قال له ما معيش صدق. الزوج اللي ما كانش معاه غير 50 جنيه، والخمسين ما عاش عارف هيعمل بها ايه، قام جاء زوجته واخدها ومطلعها صدقة، راح وداها لابوها قال لها ده احنا لسه بنقول هنقض بيها ولا نجيب، قالت له أبي عودني ان ما بيبقاش فيه فلوس نطلع صدقة، يجي لنا اضرب في 10 على طول ل700 ضعف وضعف الله لمن يشاء. الله الله، ما ربنا يضعفنا. شوف احسب 50 في 10، لازم احسب 50 في 10 دي 500، ل700 ضعف يبقى حط 4 اصفار 7 في 5 ب 35 يعني 350,000، ويضاعف الله لمن يشاء يعني 350,000 في 350، هو ده كده. ويا عائشه لا تحسب يحصل عليك يمكن ازيد. الفكره مش في ال 10 ولا ال 50 ولا ال 100، الفكره في البركه اللي بتيجي منه. عشان كده نسأل الله دايما البركة. النبي سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول دخل النبي عليه السلام على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله ادخرته لك ولضيفانك، أنا حطيتها كده عشان ما يجيلك ضيف وبتاع في حاجة تقدمها. أما تخشى أن يفور له بخار في جهنم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق بلالا ينوبك ثواب، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. دي قاعدة تحطيها في قلب البيت كده عندك، وانت تحطها في قلب البيت كده عندك قدام المراية وانت طالع على الباب، هو كده أنفق يا ابن ينفق عليك. لازم أفهم الكلام ده، لو عايز بستجلب رزق واستجلب تجارة انفق تصدق، دي مجربة. حديث برضو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، مليانين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم إني عبدك، بصوا الجمال بقى، وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكم، عدل في قضاء، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتاب أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغياب همي وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله حزنه بس همه، إلا أذهب الله همه وحزنه بس وأبدله مكانه فرجاه.